مشاهدينا إلى الاحتفالات بيناير، فأصبحت إذن عادة تجمع الجزائريين في طابع مميز وتشكل رصيدا مشتركا لهم. فرأس السنة الأمازيغية اليوم جمع شمل كل الجزائريين بقرية تيزا ببلدية عمال ببومرداس ليرسموا صورة الوحدة والأخوة، يقول وليد مهاجري في هذا التقرير. بين هذه الجبال في بلاد القبائل ببومرداس تقع قرية تيزا التي أصبحت اليوم محجا لكل الجزائريين بمختلف مناطقها من أجل إحياء رأس السنة الأمازيغية. نخدم دي يناير بور باش نقاردي العادة التقاليد لجدودنا انرو ان ليدونتيتينا نقاردي ليدونتيتينا امازيغ انرو انزر لا كولتور امازيغ. من خلال هذه الاحتفالية الكبيرة التي جمعت كل هذه الوفود التي جاءتنا من ولايات مختلفة، جاءتنا من عمق الجزائر لتقول إن التاريخ واحد وأنه ينبغي أن نصونه ونحافظ عليه ونقدمه على طبق من محبة لهذا الجيل من البنات والبنين. الزي التقليدي حاضر هنا بقوة، بالإضافة إلى مختلف المنتجات التي توحي لعادات وتقاليد الأمازيغ. هاد الأمور داخلة في الباتريمون تاعنا وزيد اون بليس دو سا داخله في ليدونتيتي تاعنا. نو سوم دي زالجيريان مسلمون عربي امازيغ تانيت. الا كان غنوش كلمه باسم يعني اثم زابنت غرديت، ان شاء الله المستقبل لدى عادن كاع الجزائريين ماشي خصنا ماشي هاد عادن كاع اشماني لان ان شاء الله دفوس ايكن اول ايكن. كون هادي امازيغ سيد القبائل اللي شاويين بني مزابي ترقيين الكل. وان شاء الله هذه اللي متحدين كامل، نتمنى ان شاء الله العام الجاي نلقى ايماجيغن كل دو اعراب وكذا وفورمال الجزائر كامله، وهذا هي الوصيه. هكذا هي الجزائر بعراقتها واصالتها ترسم مره اخرى صورا من صور الوحده والاخوه بين ابنائها. كان ثلاثي زان ساكيا دام كان يدي جمعنا كي جزائريين او كي مزيغان اشاويين دي مزافيين دي القبائل ايوا كدينين اسكوا سمكاز دي النهار تي في الذي ذوون وليد مهاجريه سيتا دارت انتزا.